الأسرار المقدسة في دور السينما في أيلول سبتمبر 2009. مكة هي المركز المقدس للإسلام. ستشهدون بعد قليل الكشف العلمي وبالدلائل عن الأسرار العجيبة المخفية منذ آلاف الأعوام في المدينة المقدسة مكة المكرمة. الثابت FI 1.618 الرقم المثالي للتفوق التصميمي في الرياضيات. لقد استعمل الخالق نفس الرقم العظيم في الكثير من الأماكن، في دقات قلوبنا وفي نسبة العرض والطول لحلزونات جزيئات DNA، وفي التصميم الخاص للكون، وفي قواعد ترصف الأوراق، وفي كريستال الجليد، وفي البنية الحلزونية للكثير من المجرات، وفي الكثير من الأماكن. النسبة الذهبية أي 1.618، ويلاحظ أن هذه النسبة استعملت حتى في تصميم الأهرامات في مصر. ووصف العالم الفلكي الشهير كيبلر هذا الرقم بأنه كنز. أثبت إحصاء التجميل الدكتور ستيفن ماركوت في الدراسة والاختبار الكبير الذي أجراه على مدى 25 عاماً أنه حسب هذه النسبة المدونة حتى على الحمض النووي، فإن وجهه وجسم الإنسان خلق بأجمل شكل. النسبة بين المقاسات الأساسية التي تعرف شكلا ما لبعضها البعض هي رقم 1.618، وهذا يدل على ملائمتها مع التصميم المثالي أي النسبة الذهبية. إذن أين نقطة النسبة الذهبية لكرتنا الأرضية؟ إن نسبة بعد مدينة مكة المكرمة عن نقطة القطب الشمالي وعن نقطة القطب الجنوبي هي 1.618 تماما، أي النسبة الذهبية. أما نسبة بعد مدينة مكة المكرمة عن نقطة القطب الجنوبي فهي نفس نسبة البعد بين القطبين. لا تنتهي المعجزات بذلك، لأنه حسب خارطة الطول والعرض التي يحدد البشر من خلالها الأماكن، فإن نقطة النسبة الذهبية تتواجد في مدينة مكة. أيضا فإن نسبة البعد من مكة المكرمة نحو البعد الشرقي والبعد الغربي لحدود خط التحول اليومي هي 1.618
18، وبشكل يبعث على الاندهاش نرى أن الرقم 1.618، أي النسبة الذهبية هي نفس بعد مكة من الجهة الغربية لخط التحول اليومي مع البعد المحيطي لخط الكرة الأرضية. ورغم الانحرافات الصغيرة بعدة كيلومترات في كل أنظمة الخرائط، لا تخرج نقطة النسبة الذهبية خارج مدينة مكة إطلاقاً، وتظل داخل المنطقة المقدسة التي تضم الكعبة المشرفة. أما برنامج PHI Matrix فهو برنامج أمريكي يفيد لإظهار نقطة النسبة الذهبية للوحات والرسوم. ولو فكرنا بخارطة الأرض والطول للكرة الأرضية مثل اللوحة الحية لا ينتهي فيها التعمق، وفتحنا هذا البرنامج سنرى إنه يتم تحديد مكة المكرمة كنقطة النسبة الذهبية للعالم. تستمر المعجزات. هناك آية قرآنية واحدة فقط فيها كلمة مكة، وتتحدث عن تواجد الدلائل الصريحة التي تمنح الإيمان للإنسانية جمعا. نقش الخالق العظيم في سورة آل عمران الآية 96 وبكل وضوح الصلة بين مكة المكرمة والنسبة الذهبية. عدد كل الحروف لهذه الآية هو 47، وعندما نأخذ النسبة الذهبية لعدد الأحرف نرى أنها تشير إلى كلمة مكة. 47 × 1.618 يساوي 29. هناك 29 حرفا من بداية الآية حتى إلى كلمة مكة، مثل ما هو الحال في خارطة العالم. ولو كان هناك نقص أو زيادة حرف واحد فقط لما كانت تتألف هذه النسبة، وبكل سهولة أنجزنا نفس العملية التي قمنا بها حول العالم، وشاهدنا الانسجام العظيم لعدد الحروف الذي يشير إلى مكة المكرمة والنسبة الذهبية. وكل هذه الإشارات تظهر أن الله تعالى، أي القوة العظيمة التي لا يمكن تصورها، خالق العالم والرياضيات، هو الخالق الوحيد للقرآن الكريم ومحدد مكان الكعبة والمنطقة المقدسة. إنه يذكر الإنسانية جمعاء بهذه المعجزات، وأنه يعلم المستقبل ولغة الإنسان المشتركة، ومنح لهم الإشارات من خلال ذلك. وتلاحظون في الشكل القياسات التي جرت بفرجال النسبة الذهبية المعروفة بفرجال ليوناردو في المنطقة الذهبية بشبه الجزيرة العربية بمدينة مكة المكرمة، ووقوع الكعبة في منطقة النسبة الذهبية لمدينة مكة. وحسب بيانات الاحتمال، من المستحيل أن يصبح كل ذلك مجرد صدفة. سننقل أخبار المعجزة في الكتب المقدسة ونقطة النسبة الذهبية للكرة الأرضية والأسرار الكبيرة بحق النبي عيسى عليه السلام والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لحين أشهر الصيف لعام 2009 مع أدلتها العلمية. إذن فحاولوا البقاء في الحياة للاستمتاع بهذه الحقائق